السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في قناتنا لمسك احتراف بيتاتش. اليوم معنا التلفون جلاكسي S3. سوف نقوم بتقييم تغيير البوردة له أو اللوحة من هذا إلى هذا. تابعوا الشرح معنا ولا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو لكي يزيد انتشاره، والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. والذي لم يشترك في القناة بعد ومهتم في هذا المجال يشترك، لأنها قناة مفيدة جدا لتعليم الهاردوير والسوفتوير للهواتف النقالة. Thank you.